بلد دي فيها ارهاب من الاخر اهو، بلد دي الارهاب يعشعش داخل الولايات المتحده الامريكيه. هكلمكم تاني عن هذا الموضوع، ولكن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك انه بصراحه النهارده لازم احييه، لانه خدوا قرار النهارده قرار بصراحه محترم جدا. اوقفوا بس اعلانات مسيئه واعلانات مهينه واعلانات معرفش ازاي اتعملت. سياده اللواء مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بك يا استاذ احمد، واهلا بضيوفك الاعزاء اذا كان في ضيوف، اذا ما كانش ضيوف مشاهدينا الكرام. يبقى اهلا وسهلا بكل المشاهدين. ايه الاعلانات اللي انتوا وقفتوها ليه يا فندم؟ وايه اللي عملتوه عشان توقفوا هذه الاعلانات؟ بص حضرتك، نمره واحد، انا بس عايز اوصل رساله ان جهاز حمايه المستهلك مش ضد الابداع، مش ضد الاعلانات، مش ضد الابتكار. عندنا صناعه اعلان احنا فخورين بيها، احنا كل اللي احنا تدخلنا بشأنه. عندنا اربع اعلانات يشكلوا اساءة بالغة للمجتمع المصري، اعلانات فيها إيحاءات جنسية، اعلانات بتستخدم الاطفال، اعلان بتوصل مفاهيم ان هي اذا كان بيتكلم على بدائل الغذاء الطبيعي للطفل اللي هو الرضاعة الطبيعية بحليب، اللي هو بيتكلم في الرغم العالم كله بيتكلم على ان هو اهميه الطفل، ان هو تغذيه الطفل من الرضاعه الطبيعيه. عندنا حاجات بتروج ان احنا مثلا بنتكلم على القعده المصريه، ونجيب موتوسيكل عليه اسره مكونه من خمس افراد منهم ثلاث اطفال بدون اي وسائل وقايه، وبالرغم ان الموتوسيكل المفروض ما يبقاش عليه اثنين، وبيعرض طفل اطفال للخطر، ونحط عليه ان ده سلوك اللي هو اللي يجب للناس ان هي تلتزم. احنا ما اشتغلناش من عندنا، احنا عندنا مواصفه قياسيه للاعلان اسمها المواصفه القياسيه رقم 4841 لسنه 2005. وفيما يتعلق بالاطفال عندنا مواصفه اللي هي خاصه بالاطفال، واي اعلانات موجهه للاطفال رقمها 5008 لسنه 2005. هذه المواصفات ادرجت ضمن قانون حمايه المستهلك اللي صدر سنه 2006 قبل ما اجي الجهاز، وهو الموجود قانونا الواجب تطبيقه. احنا حضرتك رصدنا الاربع اعلانات بناء على شكاوى وبناء على الرصد الذاتي في المرصد الاعلامي، واديناهم للخبراء القانونيين واعطيناهم للي هم القائمين على المرصد، فجاءت النتيجه ان فيها خروج تام على المواصفه القياسيه للاعلان. احنا عرضنا على مجلس اداره جهاز حمايه المستهلك، اصدر قرارا بالاجماع بايقاف هذه الاعلانات، واختار اللي هم اطراف اللي هم الاعلانات اللي هم صاحب المنتج والوكاله الاعلانيه والقناه اللي هي بالزياده. اذا لم يوقف هذا الاعلان خلال 24 ساعه يتم احاله الموضوع لنيابه الشؤون الماليه والاداريه والنيابه وشانها. هنا برضو احب ان انا اقول ان في عندنا اللي هو شركتين من الشركات او ثلاث شركات من الثلاث شركات اللي هم صدر تجاوبوا فورا. مين يا فندم اللي تضامن؟ مين اللي وافق؟ انا أو حضرتك انا كلمت انا شخصيا، لان احنا مش بنضر بالكيانات الاقتصاديه اللي موجوده. انا كلمت الاستاذ صفوان ثابت وقلت له ان في قرار ايقاف عشان ان احنا قبل الاجراء الرسمي ان هو ما يحصلش ان في تاخر في الاعلان في الاختيار، فنفاجئ ان احنا بنعرض الشركه لموقف قانوني ما فيهوش خروج منه. والشركه غير مش ناقصه، هي تحت التحفظ اصلا، يعني محطوط تحت تحفظ اموال جماعه الاخوان. نعم. طلبت عليك لما يعني وقفوه فورا. تركيا اللي هي الدايس برضه كلمنا المسؤول عنها. سياده اللواء الصوت بس، الصوت شويه بعد اذنك، اتفضل. شركه انا بقول لحضرتك، انا الشركه الثانيه دايس برضه احنا كلمناها فقالوا برضه ان احنا هنوقف فورا. شركه اللي هي الاهرام للمشروبات قالوا لنا ان احنا بكره هنجيب جواب للجهاز بيقول ان احنا بنعتذر عن هذا الاعلان. اما بالنسبه لشركه قوت النيل فانا اعتقد كان في مداخله السيده الفاضله المسؤوله عن الوكاله الاعلانيه بتتكلم بتقول انا واخده بالاعلان بتاعي جايزه احسن اعلان على مستوى الدول العربيه. انا مش عارف فين هي الجايزه دي.
انما كل اللي انا بوصلته لحضرتها ان اذا لم ينفذ هذا القرار سيحل الموضوع للنيابه، والنيابه وشانها. النيابه بقت ان هي تقول الموضوع ما فيهوش جريمه، اهلا وسهلا. لا ارتأت في الامر ان هو مخالف لقانون حمايه المستهلك والمؤسسه القياسيه اللي احنا بنعتمد عليها، هتحيل الموضوع للمحكمه الاقتصاديه وده الاجراء القانوني. وكل تاخير يؤدي الى ان كل مره يذاع في هذا الاعلان هناخد فيه اجراء جديد. هل التاخير في او بس هذه الاعلانات، هل الجهاز من حقه انه يشوف الاعلانات ولا ده مش دوركم؟ انه في بعض الناس لا، ده دورنا يا فندم، ده دور اصيل، ده دور اصيل. واحنا حضرتك لما بناخد اجراء قانوني لا ناخد سوى، يعني في ناس كتيره كلموني على موضوع الاعلانات اللي هي ما في بعض التدني في بعض المسلسلات في الحوارات اللي موجوده فيها. بالنسبه لهم قلت لهم انا غير مختص بالمصنفات الفنيه. انما لو في مسلسل اصدر يطلع فيه البطل علبه سجاير او اعلن اعلان عن منتج، المنتج ده يعتبر ان هو ممنوع ان هو ظهوره على الشاشه، انا باخد اجراءاته لان بعتبر ان ده اعلان غير مباشر ومضل. يعني حضرتك بتقول المسلسلات مش تبع حضرتك؟ لا، المسلسلات تابعة للمصنفات الفنية وليست خاصة بي. وده أمر لأنه بعض الناس النهاردة لما حضرتك خدت القرار ده بدأ يقولوا طب ليه ما يتدخلش في بعض الحاجات؟ مش يتدخل بمعناها رقابة، ولكن على الأقل اللي هو الحفاظ على البيوت، الحفاظ على الأسر، الحفاظ على هي لا، أنا لا أتحرك يا أستاذ أحمد إلا من خلال صلاحيات القانون يعني أنطني بيها او اناط الجهاز بيها، وهو ده اللي احنا بنأكد سياسة القانون ان احنا لا نتدخل الا لو كان هناك في نوع من القانون اتاح لينا صلاحيات احنا بنشتغل بيها. لكن حضرتك بتؤكد انه الاربع اعلانات دول فيهم خروج عن الذوق العام والاخلاق فيها حضرتك؟ اللي في يعني حضرتك انت لو انا مسجلهم عندي لان عندي مرصد اعلامي. لو تشوف حضرتك لا انا اعتقد ده لا يليق ابدا ان هو يتم اذاعتهم. وعايز اقول لحضرتك انا من يوم ما جيت جهاز حمايه المستهلك لم اتلقى ثناء او ان هو الناس يعني نوع من الارتياح على قرار تم اخذه في جهاز حمايه المستهلك مثل القرار اللي احنا خدناه بإيقاف هذه الإعلانات. يعني لقيت رد الفعل إيجابي معاكم؟ رد الفعل مش كلمة إيجابي دي لا يعني تكفي، رد الفعل اللي وصلني إن يعني خلينا نحس إن إحنا فعلاً إن إحنا أخذنا القرار الصح وخدناه طبقاً للقانون. وإحنا لما بناخد قرار لو ما خدناش طبقاً للقانون فإحنا بنأدي، إحنا الشركات إذا كانت ليها أي مجال إن هي شايفة إن إحنا عملنا حاجة غلط يعني احنا تحت امرها. لا يعني حضرتك مفيش حد فيه فوق القانون بتقول يعني الرساله اللي عايز اوصلها يا استاذ احمد اتفضل، مفيش اي واحد في جمهوريه مصر العربيه فوق القانون. طيب يعني حضرتك بضمير مرتاح كده بتقول انك خدت القرار ده لا مش هدفك تضر حد ولا الموضوع فيه سياسه ولا وراه سياسه ولا اي شيء؟ انا بتكلم بس عشان لا يا فندم مفيش اي حاجة، احنا اخدنا قراراتنا من واعز ان جهاز حماية المستهلك منوط بحماية حقوق المستهلك طبقا لمقتضيات القانون. احد بنود القانون الخاصة بالاعلانات بيتكلم على مطابقة الاعلانات للمؤسسة القياسية اللي هي صدرت قبل حتى ما نيجي للجهاز. طيب وده كان بناء على ميثاق شرف ما بين المعلنين وبعضيهم. طيب وده اللي احنا بنحاول ان احنا باذن الله ان احنا نحاول بقى نقعد ونفتح الملف ونقول للناس احنا عايزين ان انتوا ازاي ان انتوا ما تتعرضوش لاي مشكله. طيب وخليني طالما حضرتك معايا وانا برضو الامانه تقتضي ان لازم اقول لحضرتك. طب انا استاذنك يا استاذ احمد السادة. لان هم جابوني يعني لان جابوني. طيب خليني انا بس اخر حاجه بسرعه وحضرتك انه اين الجهاز من الاسعار الغاليه؟ ما ينفعش يعني ما اخدش رد من حضرتك على الاسعار الغاليه اللي موجوده اليومين دول، قالوا يعني الجهاز النهارده شاف طيب الاعلانات طيب ما شافش ليه الاسعار. اتفضل. طب حضرتك ده لا دي عايزه ان انا اكون ضيفك عشان اقول لك الاجراءات كامله احنا عملنا ايه في موضوع الاسعار وخطه الاداره اللي لكن بتتابعوها في رمضان مش كده؟ طبعا متابعينها. وحضرتك احنا عندنا في غرفه عمليات مجلس الوزراء بتتلقى كل اي تحركات اسعار
عندنا ان احنا يعني احنا مثلا من الحاجات اللي احنا كنا تدخلنا فيها، انت تفتكر حضرتك اللي هم اخذت وهربت السلع الغذائيه من احدى من كارفور المعابر الكبير، نعم، واحنا تواصلنا معهم واترفض الموظف واتعمل معاه اجراء، والمباحث التموين وصلت للست وحولتها للنيابه. وانا بحييك وبشكرك اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك كل التحيه والاحترام. وبعد الفاصل هكلمكم عن الصحافه وقانون وتعديلات مجلس النواب، في تعديلات قريبا هتتم على فيما يتعلق مجلس اعلى الصحافه لكي يتم تعيين رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير بعد هذا الفاصل. اليوم التاريخي، ميلاد سيراميكا كليوباترا 8686، 30 سنة من الإبداع والريادة. شيدنا مصانع،